ده بقى الإصرار والعزيمة اللي جمهور الأهلي استقبل بيه البعثة. وأنا بسأل هنا يا جماعة سؤال مهم، إحنا شفنا استقبال تاريخي لجمهور النادي الأهلي لبعثة النادي الأهلي، وفيديو مهم جدا لازم تبقى عارف إنه ده بيدي حافز جدا. طيب ليه جمهور الزمالك والرابطة اختفت؟ لم تستقبل الزمالك بهذا الشكل. يعني سؤال، رابطة الأهلي في السعودية عملت استقبال في المطار تاريخي للنادي الأهلي، واخد بالك أنت؟ فين بقى رابطة الزمالك؟ ولا خدوا التذاكر على الماتش ونسيوا ولا ينظموا ولا إيه؟ شايف جانب من الجماهير التي احتشدت من خلال رابطة الأهلي في السعودية. أو وهنا بذكركم أن رابطة الأهلي في السعودية هيكون في مفاجأة بينها ما بين رابطة أهلي جدة والسيد بدر كردستاني، وفي حلقة وليف الجديد اللي عمله اللي جاي أوريكم الأغاني والأهازيج اللي هتكون انطلاق التعاون فعلي ما بين بدر كردستاني رئيس تركستاني، بدر تركستاني أبو خالد رئيس رابطة الأهلي في جدة ورابطة الأهلوية المصريين في المملكة العربية السعودية أو في الرياض. شايف الإصرار؟ شايف الأهلي عندما يحل يرعب الكل، والأهلي عندما يظهر الكل لازم يستخبى من المشهد. وآدي من داخل الفندق مهند وشوقي وطارق قنديل في لقطة تذكارية على هامش استقبال الجماهير، وهنا الغزاوي وبعض المحبين. أو ما أتحدى واحد ياخد تصريح من حد، مستحيل. وهنا البعثة بتاعت الأهلي قبل ما تتوجه لأول تمرين، وبعد ما وصلت من المطار، وبعد استقبال الجماهير التاريخي ليهم اللي كان لفتة مهمة جدا، الشناوي مع الرئيس البعثة، واخد بالك انت؟ دول بقى عملوا الحماسة وعملوا الشغل اللي بالك منه وكسروا الدنيا. ولذلك أنا بسأل فعلا سؤال بريء، هل ينفع أسأله للكابتن حسين لبيب ولا أسأله لرابطة الزمالك في السعودية؟ شفتوا جمهور الأهلي استقبل البعثة ازاي واستقبل اللاعبين؟ أنا ما شفت فيديوهات للزملكاوية، يا جماعة. بص أوريك بس هنا من التليفون التاني، وريت من التليفون التاني. سؤالي البريء جدا جدا جدا، أين رابطة الزمالك من استغلاف دول قدام المطار وقدام الفندق وفي الطريق؟ ما سابهمش. دي دفعة جبارة وعزيمة جبارة بتخليك تبقى عارف قيمة التيشيرت اللي انت لابسه. فين الزمالك بقى يا جماعة؟ فين رابطة الزمالك؟
اللي خدت 1500 تذكرة وفين نظامها بقى؟ يعني أنا عايز بس إيه، سيبك من كلام محمد عواد بيقول لك أنا لاعب فري ومستعد أمضي ب1.5 مليون بس يا بلاش للزمالك وسني 50 سنة. يا عم عواد جاوبني، قول لي فين جمهور الزمالك، وده سؤال بريء جدا، فين جمهور الزمالك؟ فين جمهور الزمالك؟